جرى اتصال هاتفي يوم أمس بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة. وخلال الاتصال تم استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين وبحث الأوضاع والتطورات المستجدة على الساحات الإقليمية والدولية. وأعرب الجانبان عن الالتزام المتبادل بمتابعة العلاقات الروسية البحرينية بطريقة ودية تقليدية وبناءة ومتبادلة المنفعة، مشيرين إلى النهج المتشابه بين البلدين تجاه الجوانب الرئيسة للوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدين على أهمية تكاتف جهود الجميع لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الدول وأمنهم القومي. كما تناول الاتصال موضوع الالتزامات مع مجموعة أوبيك بلس وأهمية الاستمرار في التنسيق والالتزام بقرارات المجموعة، وتم التوافق على تنسيق الجهود كجزء من منظمة شنغهاي للتعاون في ضوء الإجراءات التي بدأت في القمة الأخيرة في سمرقند البحرين للحصول على وضع شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون. أكد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على أهمية تفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية للوصول إلى السلام والنماء للجميع. من جانبه أطلع فخامة الرئيس الروسي جلالة الملك المعظم على التوقيع على المعاهدات الخاصة بانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وكذلك منطقتي زابوروجي وخيرسون إلى الاتحاد الروسي، مبديا استعداد بلاده لاستئناف عملية التفاوض شريطة أن تكون سلطة كييف مهتمة، مجددا الدعوة التي وجهت في وقت سابق إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لزيارة روسيا الاتحادية.